فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من عبد الله لنيل غرض دنيوي مشروع كمن يستغفر لطلب الولد أو المال، استدلالا بقوله سبحانه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هل عمله مشروع أم أن فيه شرك؟ لا، ما في شرك، ومشروع إنه يستغفر الله لأجل نزول الغيث، ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نوح عليه السلام يقول: يا قوم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، لا بأس بذلك، لكن لا يكون مقصورا على الدنيا، يجمع بين الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم.